هذا وتشهد مختلف مراكز التطعيم في مملكه البحرين اقبالا لافتا من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي مختلف التطعيمات حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعه الاولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم امس الخميس أكثر من مليون ومائة وتسعة وثلاثين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون واثنين وثمانين ألف شخص فيما وصل العدد ممن حصلوا على الجرعة المنشطة من التطعيم إلى أكثر من مئتين وثمانية وأربعين ألف شخص